بيكم نورتوني. النهاردة حديثنا عن الفنان الفتى الشقي أو الفنان أحمد رمزي. هنتكلم في الفيديو عن نشأته وعن حياته الفنية وعن حياته الأسرية، وهنتكلم كمان عن سر صداقته بالفنان عمر الشريف وسر القطيعة اللي دامت بينهم أكثر من 7 سنوات، وإزاي كانت السيدة فاتن حمامة هي السبب فيها، وعن الصورة اللي بكى قدامها الفنان أحمد رمزي. هتتابعوا معايا إن شاء الله الفيديو، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لقناتي. اتولد الفنان أحمد رمزي في 23 مارس عام 1930 في الأسكندرية لطبيب مصري مشهور وأم اسكتلندية. درس أحمد رمزي في مدرسة الأورمان ثم كلية فيكتوريا، وكان حلم والده أنه يكون طبيب مشهور زيه. تعرف على صديق عمره عمر الشريف قبل دخول أي منهما لعالم الفن، وتحقيقا لرغبة والده دخل كلية الطب، لكن الحقيقة فشل 3 مرات ورسب 3 سنوات متتالية، ثم التحق بعد ذلك بكلية التجارة ثم تخرج منها. وأثناء صداقة أحمد رمزي وعمر الشريف في الوقت ده كان يوسف شاهين بيدور على وجوه جديدة، ولكن يشاء القدر أن المخرج يوسف شاهين يعجب بعمر الشريف ولم يسند أي دور لأحمد رمزي، ثم أسند لي المخرج حلمي حليم أول أدواره في فيلم أيامنا الحلوة مع الراحل عبد الحليم حافظ وعمر الشريف عام 1955. وشارك الفنان أحمد رمزي في العديد من الأفلام، عبر في هذه الأفلام عن مشاعر ومشكلات شباب وجيل العشرينات، وده كان في فترة الخمسينيات والستينيات، فلقبوه جمهوره بالفتى الشقي أو دنجوان السينما، وده كان لوسامته وإطلالته المختلفة في تلك الفترة، حيث كان يظهر بالقميص المفتوح والذي مثل أبرز صيحات الموضة لدى الشباب في تلك الفترة، وكان بعيد كل البعد عن الملابس الرسمية اللي كانت سائدة في هذا الوقت. كما بلغ عدد أفلامه أكثر من 100 فيلم، أشهرها عائلة الزيزي وابن حميدو والعريس يصل غدا ولا تطفئ الشمس وإسماعيل يسيل في الأسطول. أما عن آخر أعماله كان مسلسل حنان وحنينة عام 2007 مع صديق عمره عمر الشريف، والذي اشترط تواجده معه في هذا المسلسل. استمرت صداقة عمر الشريف والفنان أحمد رمزي أكثر من 60 عاما، لكن حدثت قطيعة اللي قلت لكم عليها أول الفيديو بين أحمد رمزي وعمر الشريف، وكانت السبب فيها الفنانة فاتن حمامة. استمرت القطيعة لمدة 8 سنوات وذلك بعد مشاركتهما في فيلم صراع في المينا. هنعرف دلوقتي قصة القطيعة والخصام كان ليه. كان أحمد رمزي بيجسد دور ابن صاحب شركة النقل البحري. طلب المخرج يوسف شاهين من أحد مساعديه أن يحدث خلافا حقيقيا بين أحمد رمزي وبين الفنان عمر الشريف، فذهب للفنان عمر الشريف وأخبره بأن أحمد رمزي كان يغازل زوجته السيدة فاتن حمامة. كان عمر الشريف في الوقت ده شديد الغيرة جدا على زوجته فاتن حمامة، وتوجه ناحية أحمد رمزي وضربه، ضربه علقة سخنة. وعلى الفور أعطى يوسف شاهين الإشارة بالبدء بتشغيل الكاميرا، وكان مشهد الضرب حقيقي جدا. كان أحمد رمزي بيصرخ ويقول له أنت بتضربني بجد يا عمر؟ وعقب انتهاء المشهد أخذ عمر الشريف فاتن حمامة وترك موقع التصوير، ولم يعرف أحمد رمزي سبب الخلاف. قرر عمر الشريف ألا يشارك في أي فيلم يتواجد فيه أحمد رمزي. الخلاف ده استمر حوالي 8 سنوات حتى تم الصلح بينهما في عيد ميلاد ابنة صلاح ذو الفقار. كان عمر الشريف بيتردد باستمرار على مصر من أجل زيارة أحمد رمزي، ولم يعلم بوفاة صديقه أحمد رمزي إلا بعد الوفاة بيومين، فلم يستطيع المقربون من عمر الشريف إخباره بذلك. بعدها لم يعد عمر الشريف مرة تانية لمصر، وعلق على خبر الوفاة قائلا رمزي كان حتى مني، وهو صديق العمر الأكثر وفاء وإخلاصا، ورحيله قطم ظهري. تزوج الفنان أحمد رمزي 3 مرات، الأولى كانت من سيدة تدعى عطية الدرملي، أنجب منها ابنته الكبرى باكينام، لكنه انفصل عنها بسبب غيرتها الشديدة عليه. أما الزيجة الثانية كانت من الفنانة نجوى فؤاد، لكن الزيجة لم تستمر لأكثر من 17 يوم، وتردد أن سبب الزواج هو المحافظة على سمعة الفنانة نجوى فؤاد بعد أن تسرب خبرا للصحافة أن هناك علاقة تجمع بين أحمد رمزي والفنانة نجوى فؤاد، فقرر الزواج منها حتى لا يتم وضعها تحت مغسلة الصحافة والحديث عنها بشكل سيء، لكن انفصل عنها بعد شعوره بالاختلاف الكبير في الطباع بينهما. تزوج الفنان أحمد رمزي للمرة الثالثة من المحامية اليونانية نيكولا.
كما وصف زواجه منها بأنه الاختيار الصحيح في حياته، أنجب منها ابنته نائلة وابنه نواف، والذي ولد بإعاقة ذهنية وتوفي عام 2018. استمر زواجه من نيكولا حتى وفاته في سبتمبر عام 2012 عن عمر يناهز 82 عاما. أثناء إجراء حوار مع الفنان أحمد رمزي في الساحل الشمالي، أثناء الحديث مع أحمد رمزي وقع نظره على صورة رشدي أباظة. تسمر أمام الصورة، بكى بحرقة، وقال أنه مات وترك فراغا كبيرا بداخله، وأنه كان صديقا حقيقيا وشهما إلى أبعد الحدود، وأن موته كان صدمة عمره. وقال أيضا العلاقة بين رشدي أباظة وعمر الشريف كانت سيئة، حاولت دايما أقرب بينهم لكن الحقيقة ما قدرتش أعمل كده. والصحفي اللي أجرى معاه الحوار استغرب جدا، لأن في نهاية الحديث وأثناء توديع الصحفي وقف الفنان أحمد رمزي قدام كرسي بعجل وتسمر قدامه. ولما سأله الصحفي أخبره أن الكرسي ده يخص ابنه ذو إعاقة ذهنية، ولكنه مقيم خارج مصر في مدرسة داخلية، وبالرغم من ذلك فهو مصدر سعادة حقيقية لي. رحم الله الفنان الفتى الشقي دون جوان السينما المصرية. أتمنى ما أكونش أطلت عليكم الفيديو النهاردة. لو عجبتكم قصة الفنان أحمد رمزي ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب لقناتي ياسمين اليوتيوب. بتمنى كمان دايما ان اكون عند حسن ظن متابعيني، وكمان برحب بكل المتابعين الجدد اللي انضموا للقناة. وطبعا بعد الاشتراك في القناة بنفعل زر الجرس، وبنضغط كمان على زرار الكل، وده علشان يوصلكم اي اشعار جديد لما بنزل اي فيديو. بنقدم لكم في قناتنا كل الاخبار الحصرية الجديدة، وكمان اخبار فناني الزمن الجميل. واتمنى دايما ان اكون عند حسن ظنكم. طبعا رمضان قرب، علشان كده بقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وياريت تكتبوا لي في التعليقات ايه الفيديوهات اللي تحبوا تشوفوها في قناتنا في رمضان. مستنية اسمع تعليقاتكم وارائكم، وكل سنة وانتم طيبين، رمضان يجمعنا ان شاء الله.